مساء الخير. بداية عام جديدة بتمناها تكون إيجابية لرياضتنا بكل النواحي الإيجابية. النواحي الإيجابية بدها متطلبات من إدارة صح لتنفيذ خطة عمل سنوية يكون الاتحاد الرياضي العام راسمها بطريقة صح، مع ميزانية مالية واضحة ومحاسبة المقصر، لنقدر نقول أنه عم نحط رجلنا على الطريق الصحيح. برجع وبقول الملاعب والأدوات هن من مسلمات لأي نجاح رياضي بدنا اياه. التعاطي المحترف والصح مع الرياضيين لنقدر نطالب هون بنتائج كتير مهمة. هم ومشاكل الأندية وتحديداً المشاكل المالية لازم يلتقى لها حل، لتقدر هالأندية تكون رافد لمنتخباتنا بكل الألعاب وتكون شريك أساسي وحقيقي بالنجاح. ما رح طول كتير عليكم أكيد، لأنه كلياتنا منعرف وين المشاكل وكيف لازم تنحل، بس هي القصة بدها همة وبدها إدارة صح. عام جديد أكيد بتمنى يكون كله خير ونجاح وسعادة للكل. يسعد مساكم. مساء الخير مجد. سعد مساك عمر، كل عام تبقى ألف خير يا رب. تبقى ألف خير. إن شاء الله تكون هالسنة كلها خير ونجاح وسعادة وفرح. إن شاء الله يا رب. كل المشاهدين سعد مساك مشاهدينا، وأول حلقة بالسنة الجديدة لبرنامج 90 دقيقة، إن شاء الله تنال إعجابكم. دائما على الوعد نحن معكم كل سنة بسنتها، رح نكون مع آخر الأخبار، رح نكون بكل شفافية بكل صراحة، الرأي والرأي الآخر هو الأهم ببرنامج 90 دقيقة. مشاهدينا يعني نحن أمنياتنا كلياتها هي النجاح لنا بالرياضة السورية على مستوى الرياضة، لحتى ننجح مثل ما دائما بتقول عمر بمقدماتك، لتبني صح لازم تكون الإدارة صحيحة صح. دائما نحن اللي عم يصير معنا أنه عم نبني من السقف، ما عم نعمل جوار ولا عم نرفع الأساسات لحتى تكون قوية. بيروح عهد بيجي عهد تاني، بيرد بيهدم بيبني من أول وجديد، وهذا كله عم نضيع الوقت، ونحن دفعنا ثمن تضيع الوقت برياضتنا بكتير من الألعاب. نتمنى بهي السنة نحن نتعلم من أخطاء الماضي وناخد عهد على نفسنا أنه ما نخزل الجمهور الكبير اللي دائما عم ينتظر النجاح للرياضة السورية بمختلف الألعاب. مرة تانية كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. بداية رح تكون مثل العادة بالعناوين. 25 يوما تبقت على مواجهة الإمارات، فماذا بعد إلغاء معسكر الدوحة؟ أنديتنا تعاني الأمرين ورؤساء الأندية ما بين المطرقة والسندان. أسبوع الديربيات العريقة والتاريخية في دورينا السنوي، فلمن تكون الغلبة؟ ما هي أبرز الأحداث الكروية العالمية التي تنتظرنا في عام 2022؟ طبعا عمر دائما نحن يعني كإعلاميين وكمتابعين لكل الأخبار الرياضية ولا النتائج الرياضية بيهمنا بآخر السنة نعرف نحن شو عملنا رياضيا على مستوى الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، شو عملنا ذهب، شو عملنا فضة، شو عملنا برونز. فتت على صفحة الاتحاد الرياضي العام نشوف شو عملنا، يا ريت ما فتت. أكيد راح نشوف كمان الجرافيك، عم نشوف الجدول العددي للميداليات السورية الخارجية بعام 21. اليوم خلينا نحكي بكل صراحة وواقعية، اليوم الرقم بالإجمال خلينا نحكي بجوز هو مرضي للجمهور أو للرياضة، ولكن إذا بدنا نحكي اليوم عن رياضة تحديدا نفقدهم بالأرقام وبالأسماء. خلينا نقول مثلا اليوم على مستوى الملاكمة، على مستوى المصارعة، الألعاب اللي إحنا شاطرين فيهم خلينا نقول، وكان عنا أبطال جودو كاراتيه، في مشكلة اليوم بهدول الميداليات. يعني اليوم انت ما فينك تروح تقول انا مشارك ببطولة مثلا بطولة رفع اثقال فيها خمس مشاركين مثلا على هذا الوزن وانت طالع ثالث فانه انت محقق انجاز، لا، هون انت بكون يعني مثل ما بيقولوا عم نضحك على حالنا قبل ما نضحك على الغريب. اليوم بعدد كامل خليني احكي بالميداليات في شيء بحاجته انت. خلينا نحكي اليوم على الالعاب المحترفه تماماً. كره سله، كره قدم، وين نحن من الالعاب بالجمباز اللي كان عندنا كثير ابطال فيه هون، السباحه اليوم ب 13 ميداليه مثل ما عم نشوف، الملاكمه طلع عندنا برونزيه واحده فقط بسنه كامله،
هي الالعاب كرة المضرب المختفية دائما بنعرف تماما شيء برونزي المصارعة عندنا برونزيتين في شيء جودو برونزيتين تماما في شيء بحاجة انك تحط مثل ما بيقولوا اصبعك على الجرح 228 ميدالية اوكي بجوز بالتوتال الرقم يقول لك والله عاملين شغلة بالطير العالي لا عدوا شوفوا هاي الميداليات وين اتاخذت عدوا شوفوا شلون. كيف الترتيب اللي اخذنا فيه هون الميداليات خلينا نرجع لاول جدول لو سمحت قد عدد المنافسين بس نوضح انه عدد المنافسين ممكن يكون على لعبه ست منافسين او خمس منافسين ايه يعني اليوم الرقم الوحيد يلي ممكن انا اشوفه هو يعني مثل ما بيقولوا واضح الواضح منور عليه الذهبي واللي انا كثير بحترم هذا الاتحاد هو اتحاد الفروسيه ب 15 ذهب عنده 8 فضه 10 برونز ب 33 ميداليه رفع الاثقال كمان عندنا اليوم 5 ذهب 17 فضية و 17 برونزية بمجموع 39 طبعا يعني في عنا بأنه حكينا ألعاب قوى وفروسية نبارك لأبطالنا الاثنين اللي بنفتخر فيهم دائما الفارس السوري عمر حمشو اللي حقق بطولة العين الدولية بثلاث نجوم هي على ارتفاع 160 سنتيمتر صحيح. وأخذ المركز الأول هو وتفوق على اثنين فرسان من ألمانيا وهي تندرج ضمن بطولة الدوري العربي لكأس العالم بتمنى له كل التوفيق وكمان بدنا نوجه تحية للكابتن معن أسعد فخرنا العربي اللي منحبه من قلبنا لأنه رفع علم سوريا بأهم المحافل بالأولمبياد كمان مبارح حقق رقم جديد له حطم رقمه بطوكيو ببطولة العرب اللي صارت بأربيل 235 خطف وقدر يحقق هذا الرقم وتم تكريمه من رئيس الاتحاد العراقي اتحاد الرياضي العام العراقي الكابتن عدنان درجال لأنه قدر يحطم رقمه بطوكيو نفتخر فيهم نحن نتمنى يكونوا هن يعني قدوة لكل الرياضيين الموجودين بسوريا ألف مبروك أكيد لأنا. أكيد بنبارك للأبطال اللي فازوا معنا أكيد يعني إنجازاتهم كتير واضحة ولكن عم نحكي عن الفروسية خلينا نشوف هذا التقرير أكيد وبنرجع في عنا اتصال كتير مهم نسمع منه تقرير كعادتهم كان لفرساننا بصمتهم الواضحة في كل المشاركات الإقليمية والدولية بصمة تتجسد من خلال التواجد على منصات التتويج ورفع علم وطننا الغالي وعزف النشيد العربي السوري في كافة المحافل ففي آخر أيام السنة 2021 نجح فرساننا في تسجيل نتائج مميزة من خلال منافسات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز والتي أقيمت في نادي الرماية والغولف بمدينة العين الإماراتية وضمت 12 مباراة توزعت بين تصنيف النجمة والثلاثة نجوم إضافة إلى الجائزة الكبرى التي تضيف نقاطا للدور العربي والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم فارسنا البطل عمر حمشو توج بالمركز الأول في الجائزة الكبرى من تصنيف الثلاثة نجوم متفوقا بجدارة على منافسيه الألمانيين يورك نيفي وديفيد ويل بعد أن استطاع اجتياز شوطي المباراة دون أخطاء علما أن ارتفاع الحواجز تراوح بين 145 و160 سنتيمتر ليظفر بلقب الدورة ذات تصنيف الثلاث نجوم وفي المباراة السادسة في البطولة بتصنيف النجمة وبارتفاع حواجز وصل إلى 135 سنتيمتر توج فارسنا شادي غرياب بالمركز الأول أما المباراة السابعة وهي بتصنيف ثلاثة نجوم وبارتفاع حواجز وصل إلى 140 سنتيمتر فقد حل فارسنا ليث العلي في المركز الثاني وفي المباراة التاسعة بتصنيف النجمة الواحدة وبارتفاع حواجز وصل إلى 125 سنتيمتر كان المركز الثاني من نصيف فارستنا آيا حمشو وحل فارسنا هشام غريف في المركز الثالث ضمن منافسات المباراة الأولى من تصنيف النجمة وبارتفاع وصل إلى 120 سنتيمتر أكيد بدي بارك لك كل الفرسان يلي طلعوا على منصات التتويج بالفعل الرياضة اليوم رياضة الفروسية عم نشوف قديش خلاقة عم نشوف قديش فيها الشغلة المفرحة أنه في كتير صغار بالسن من الفرسان عم يقدروا يتفوقوا اليوم عم نشوف الفارسة
أكيد آية حمشو سبقتها كمان شام الأسد وبشرى الأسد، أرقام كتير مهمة. الفارس ليث العلي كمان فارس واعد ومهم لا منتخب سوريا لا الفروسية، كمان الفارس عمر حمشو بنتيجة ضمن منافسة جدا قوية وشرسة أكيد في هاي البطولة قدر يفوز بالجائزة الكبرى، شغلة كتير مهمة للفارس عمر حمشو ولا منتخب سوريا ولا التصنيف السوري. لنعرف أكثر عن هذا الشيء أكيد معنا رئيس اتحاد الفروسية الكابتن والأستاذ عاطف الزيباق. يسعد مساك كابتن. يسعد مساك ومشكرا على التقرير الحلو. يسعد مساك أستاذ عاطف وإن شاء الله كل عام بألف خير يا رب. كل عام بألف خير جميعا وللبرنامج الحلو، شكرا على التقرير اللي قدمتوه عن مباراة النادي مباراة العين الدولية. كل عام وانت بخير كابتن. انت جب سيرة مباراة العين، خلينا نحكي فيها فورا، مشاركة كتير مهمة من فرساننا في مباراة العين، تحكي لنا عنها لو سمحت. مباراة العين تصنيفها 3 نجوم، هي من المباريات المؤهلة إلى كأس العالم وهي ضمن الدوري العربي المؤهل إلى كأس العالم. تأهل من هذا الدوري العربي 3 فرسان حصل على المراكز الثلاثة الأولى بتجميع نقاط من عدة مباريات، وهي مباراة دولية طبعا دولية يشارك فيها أي فارس عالمي ممكن يشارك فيها أو أي فارس ممكن يشارك فيها، لكن نقاط التصنيف تعطى للفرسان العرب المشاركين. هلا طبعا لما يكون مركز أول تحت على أعلى تصنيف، التصنيف بيكون حسب أيضا ترتيب النجوم، يعني إذا كانت مباراة 5 نجوم تصنيفها أعلى، الأربعة أعلى والثلاثة بتضل حسب عدد النجوم تصنيفها بيكون طبعا العلامة العالية حسب التصنيف. فوز الكابتن عمر حمشو اليوم بالمباراة الأخيرة وبكأس البطولة أكيد هذا الشيء كثير بيعني لا اتحاد الفروسية، ولكن هذا الشيء الطريق الصحيح اللي انتم بلشتوه وبديتوا فيه، مشاركة كثير قوية من الكابتن عمر حمشو ضد فرسان على مستوى أوروبا معروفين بهذا الشيء، كيف تلقيتوا النبأ؟ كيف كان أداء الكباتن اللي كانوا عم يشاركوا وتحديدا عمر حمشو؟ طبعا نحن بالنسبة لنا كفروسية بنينا هذه الرياضة القوية تحتاج إلى تصميم وعزيمة وإصرار، تحتاج إلى طولة بال على الفرسان. يعني هلأ منتخبنا الوطني يعني فيها عمر حمشو والفارس المتألقة بشرى الأسد والفارس المتألقة شام الأسد والفارس الآن اللي يعني حدثت عنه فارس ليث علي وعمر حمشو، هذول هن فرسان المنتخب الوطني الآن، وهو منتخب جديد بفرسان جدد. طيب أكبرهم عمر حمشو، لكن عمر حمشو بالنسبة للفرسان الكبار هو فارس أيضا بعمر أصغر من فرسان المنتخب الأول اللي كان. لذلك نحن عم نأهل هذا المنتخب ليفوز دورة متوسط في الجزائر وأيضا يفوز بطولة آسيا في الصين في هذا العام. في السادس في الشهر السادس رح يكون بطولة المتوسط، في الشهر التاسع بطولة آسيا في الصين. نحن هذا المنتخب طبعا منتخب قوي جدا، منتخب أحرز بطولات كثيرة، كل فارس من هذا المنتخب أحرز بطولات، آخرها كان فارس عمر حمشو إذا أحرز بطولة العين الدولية ورفع العلم الأعلى وعزف النشيد الأغلى نشيد الجمهورية العربية السورية. تماما، بوجود منافسين أقوياء فرسان أقوياء. كابتن عاطف حكيت حضرتك عن بعض النشاطات اللي رح تكون خلال العام الحالي، يعني بداية العام نحن 2022، بس لو بتحطنا بصورة الجدول اللي حاطينه، نحن بنعرف الاتحاد العربي السوري الفروسية دائما عنده جدولة للمواعيد، جدولة للبطولات للمنافسات الداخلية المحلية والمنافسات الخارجية، بس لو بتحطنا بصورة الروزنامة تبعكم. نحن دوما نضع برنامج مباريات ونشاط من 1/1 لغاية 31/12 بكل عام. تمام. في هذا العام لدينا حاطين النشاطات للمباريات الداخلية ومباريات خارجية، مع السماح لكل فرسان متواجدين خارج قطر المشاركة في أي مباراة يرونها مناسبة يستطيعون فيها المنافسة والفوز. بالنسبة للبطولات الداخلية لدينا الدوري المحلي اللي هو 10 مباريات تجميع نقاط 10 مباريات، أيضا لدينا بطولة الجمهورية على مدار 4 أيام، بطولة كأس الجمهورية على مدار 4 أيام، بطولة المعتز فيها ومن
دوما نهتم فيها ونشارك، بيكون فيها مشاركه قويه دوله الوفاء ايضا دوليه، كان دوره الاغر دوليه، عندنا بطوله الجيش العربي السوري المعتز ببطولاته وتضحياته، ايضا لديه بطوله باسم الجيش العربي السوري، ايضا لدينا دوره دمشق الدوليه، ولدينا دورات السلام اللي هي عباره عن 5 مباريات دوليه ايضا. هذا النشاط الداخلي بالنسبه لنا. بالنسبه للنشاط الخارجي هو المشاركه في الدوري العربي المؤهل لكاس العالم، عم نشارك ابتداء من هذا الشهر. ايضا عندنا بطوله المتوسط تجري بالشهر السادس في الجزائر، وعندنا بطوله اسيان جيم اللي هي بالصين لكل العاب منها رياضه روسيه، ايضا متوسط لكل العاب منها رياضه روسيه. هذا برنامجنا الاتحاد اللي نشارك فيه. ايضا نحن فرسان متواجدين خارج القطر، ايضا لديهم مشاركات عديده، كما هنالك بضعونا نحن بالصوره كامله، نحن نمثل مشاركاتهم بشكل منتظم، لانه تعرف الاتحاد الدولي ما بيقدر يشارك باي فارس سوري الا عن طريق الاتحاد الوطني. كابتن، الفروسية طبعا واحدة من الرياضات المهمة يلي شاركت بأولمبياد طوكيو عبر الفارس، أكيد الكابتن أحمد حمشو، تحضيرات لباريس 2024 كيف عم بتصير باتحاد الفروسية؟ الفرسان اللي راح يتأهلوا كيف النظام بتشوفه؟ نحن نظام التأهيل تبعنا من أصعب الأنظمة الرياضية، يحتاج المشارك اللي يصل لبطولة العالم يحتاج إلى مباريات ونقاط كثيرة جدا، أيضا ضمن المجموعة العربية، المجموعة السابعة وضمن المجموعة العربية، أيضا 3 فرسان بتأهلوا للأولمبياد، فارسين عفوا بتأهلوا للأولمبياد، بينما لكأس العالم بتأهل 3 فرسان. كأس العالم سنوي تقام مبارياته بطولة سنوية، أما بطولة العالم تقام كل 4 سنوات. نحن عم نجهز الآن ل 2024 أكثر من فارس يكون في مشاركة. لكن الفروسية السورية إذا بتسمح لي أحكي بس كلمتين. تفضل. أكيد تفضل. الفروسية السورية شهدت تطور ملحوظ في البنية والنشاط والناحية التنظيمية والناحية الفنية. طبعا كل هذا بفضل رعاية واهتمام السيد الفارس جمال الأسد الرئيس فصل الاتحاد العربي السوري الفروسي. هل اللي عم نشوف النتاج الآن، نتاج الرياضة الفروسية هو من عمل وجهد الاتحاد وعلى رأسه الرئيس الفخري للاتحاد العربي السوري الفروسي. هذا اللي احنا عم نعمل فيه، عندنا نشاطات لكل الفئات العمريه، يعني هلا نشاط الفئه للفريق الاول موجود، وايضا لكل فرسان المشاركين موجود. كما تحدثت انت في كما طلعتوه هلا قبل شوي بالتقرير تبعكم، شفت آية حمشو محرز البطوله، ليس علي وهو فرسان منتخب وطني محرز البطوله، شادي غريب ومحرز بطوله، هشام ابن اخوه محرز بطوله، طبعا هي كلها فرسان من اعمار مختلفه بيشاركوا وفق الارتفاعات المتوفره او وفق الارتفاعات اللي هم بحسوا يشاركوا عليها حسب الخير وحسب نشاطه، لذلك فرساننا اينما وجدوا رح يكونوا هناك على منصات الترفيه، وغايه فرساننا دوما رفع العلم الاعلى وعزف النشيد الاعلى. اكيد اكيد هذا هي امنيات كل رياضي سوري، وامنياتنا نحن كلنا كمشجعين للرياضه السوريه رفع العلم السوري طبعاً عاليا. طبعا بتمنى دوما لكل الاتحادات الرياضيه اللي نحن جزء منها، هذا نحن بتمناها كلها انه تشوف كيف عم يشتغل الاتحاد الفروسي. وبارك ايضا لربعنا معنا اسعد، اكيد اكيد ربعنا الاولمبي معا ولكل الربعين وكل ايضا اللي عم يحجزوا نشاطات خارج سوريا، والاتحاد الرياضي اصدر جدول بنهايه العام لنشاطات العام 2021 من احرز النتائج. ان شاء الله يا كابتن. بتمنى رياضتنا دوما الازدهار والتفوق. اكيد الاتحاد الرياضي العام مكتب التنفيذي المتواجد. ان شاء الله يا كابتن. بدي اتشكرك اكيد لكلامك، دائما نحن ب 90 دقيقه شهادتنا باتحاد الفروسية شهادة مجروحة، لأنه بالفعل أنتوا اتحاد أثبت على روزنامة صحيحة على اجتهاد بفئات الأعمار كلها، بالأطفال وعلى على الجنسين الصغيرات والصغار.
عندكم فرسان مؤهلين، عندكم ناس، نتائجكم اكيد، ميدالياتكم بتحكي عنكم، التخطيط والجهد اللي عم تقوموا فيه جهد كتير كبير، واكيد تحيه كتير كبيره للبطله الفارسه منال الاسد رئيسها الفخريه لاتحاد الفروسيه يلي بالاداره الصح قادره تخلق فروسيه صح. شكرا للاستاذ عاطف الزيبا رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسيه، كنت معنا باتصال من دمشق، شكرا. إذن مشاهدينا بعد هذا الاتصال رح نروح لفاصل، نرجع نكمل مع بعض 90 دقيقة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وصلنا للهم والاهتمام الدائم، العشق الأول كرة القدم. منتخبنا الوطني أنهى معسكره الأول مع المدرب تيتا محليا اللي يقيم بحلب لمدة 5 أيام. المعسكر ورجانا أسماء جديدة، ورجانا مغتربين سوريين أصول سورية إجوا كمان انضموا للمعسكر، كلياتنا كنا متفائلين، يعني الأجواء كانت عم توصلنا من حلب أنه اللاعبين مبسوطين، عم يشوفوا شيء جديد، تكتيك جديد، طريقة جديدة، مدرب حراس أجنبي، مدرب لياقة أجنبي. هذا الشيء ضلينا نحن مبسوطين فيه قبل بساعة من البرنامج لما عرفنا أنه تم إلغاء معسكر قطر لأسباب صحية بسبب فيروس كورونا وغيره. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا ونرجع نحكي أكثر عن هالموضوع. لم تشأ نهاية عام 2021 وبداية العام الجديد أن تحمل أخبارا سارة لمنتخبنا الوطني، فالبداية كانت من إلغاء مباراة غامبيا الودية في معسكر قطر، والنهاية عصفت بمعسكر قطر بأكمله بسبب عدم القدرة على تأمين مباريات ودية وفق رؤية المدرب الروماني تيتسا. 25 يوماً فقط باتت تفصيلنا عن مباراة الإمارات المصرية، الصورة تبدو ضبابية أكثر من ذي قبل رغم الانقشاعات التي أحدثتها مشاركتنا في كأس العرب. الروماني تيتسا والذي لم يوقع عقده رسمياً مع الاتحاد المؤقت كان قد أجرى معسكراً تدريبياً داخلياً لمنتخبنا الوطني في مدينة حلب، استمر لـ5 أيام وشهد تواجد كادر روماني مؤلف من مدرب للحراس وآخر لللياقة البدنية ومعالج فيزيائي، إضافة إلى مساعد المدرب عمار ريحاوي الذي انضم إلى غسان معتوق. المعسكر شهد تدريبات صباحية ومسائية لاختبار اللاعبين الذين تمت دعوتهم، وفي نهايته تم اعتماد 20 لاعباً من بينهم مارك جرجوس أحد 4 لاعبين مغتربين حضروا إلى معسكر حلب. إلغاء معسكر الدوحة شكل ضربة موجعة لتحضيرات منتخبنا من أجل استئناف التصفيات المونديالية والتي من المفترض أن نخوض فيها مباراة مصيرية أمام الإمارات في 27 من الشهر الحالي، مباراة حياة أو موت، فإما الفوز بها والاحتفاظ بآمالنا في المنافسة على الملحق التأهيلي أو إكمال التصفيات كأداء واجب بانتظار ما ستحمله رياح الانتخابات في 26 من شهر آذار المقبل. طبعا مثل ما تابعنا عمر عن معسكر المنتخب السوري بحلب، كانت الأجواء كتير حلوة والكل مبسوط، شيء جديد كانوا عم ياخذوه اللاعبين من المدرب تيتا. للأسف يعني قبل ساعة تقريبا من حلقتنا عرفنا أنه تم إلغاء معسكر قطر والتوجه ربما لمعسكر داخلي، ما بنعرف إذا بحلب أو بدمشق. لنعرف أكثر مشاهدينا عن هالموضوع بينضم لنا عبر الهاتف السيد نبيل أسباعي رئيس لجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السوري. مساء الخير كابتن نبيل. مساء الخير لحضرتك وللجميع المشاهدين، أهلا وسهلا. مساء الخير كابتن. مساء الغور، كيف صحة؟ يسعد مساك. الله يخليك يا رب. كابتن للأسف قبل بساعة درينا أنه التغى معسكر قطر، ما هو البديل 25 يوم باقي لمباراة الإمارات؟ كابتن بدي عارضك أول شيء، ليش للأسف يعني المهم نطلع على قطر؟ أنا من منحة رياضي بيحكي أنه المعسكر الخارجي بيكون مفيد لكل اللاعبين مشان مباراة ودية، مشان احتكاك خارجي. نحن هدفنا كابتن كان من طلعة قطر كلها هي نعمل مباراة أو مباراتين يكونوا على مستوى جيد من القوة، منتخبات مقبولة يعني. هلا وقت اللي اعتذر ما تأمل معنا مباراة ثانية، واعتذر. ألو. نعم كابتن تفضل. وقت اللي اعتذر منتخب غامبيا بأسباب صحية، عندهم 7 لاعبين مكورنين، بقى التغت المباراة. نعم. طيب نطلع لقطر بس مجرد إنه طلعنا لقطر؟ لا أكيد لا، أنا مو هذا القصد من الموضوع أكيد لا. كابتن في كثير من الأسئلة كانت عم تنكتب على صفحتكم
انه بما انه تم الغاء مباراه الاولى، ليش ما بتتواصلوا مع الجانب الجزائري اللي هو كمان تم الغاء مباراته مع غامبيا؟ تواصلنا يا قلبي، تواصلنا. ايه؟ شو بدنا يعني، ما ممكن كل خطوه نمشيها نحن نحكيها. انا واجبي انقل لك اسئله الشارع الرياضي يا كابتن، انت واجبك تجاوب. تمام. تواصلنا مع الجزائر اعتذروا، تواصلنا مع فريق غينا هنيك اعتذروا لانه عندهم مباراه مع بعضهم بخمسه شهر. حاولنا بسبعه سته يلعبوا ولا بشكل، حتى اقترحنا عليهم انه يلعبوا انتم باثنين الشهر مع بعضكم، واحد الفريقين بيلعب معنا بخمسه رفضوا. هذا اللي صار معنا، واختار المدرب تيتا انه شو فايده المعسكر اذا بدنا نلعب مباراه بهالمستوى، فضل انه يعمل معسكر داخلي بسوريا بالشام. بالشام رح يكون ان شاء الله؟ عفوا؟ بالشام رح يكون المعسكر القادم؟ بالشام، والتزموا اللاعبين اليوم بدءا من بكره صباحا. ممتاز. بكره حلو. كابتن أيوة. كابتن سؤال عن اللاعبين المحترفين اللي عم يلعبوا بالدوريات العربيه، قديش رح يكونوا، ايمت رح ينضموا لمعسكر المنتخب؟ عم نشوف في استقرار فني واستقرار اداري بالمنتخب حاليا، وتحديدا شفنا هذا الشيء بمعسكر حلب. لاني رح يعني انديتهم تسمح لهم قبل بثلاث ايام يمكن او اربع ايام. صحيح، ثلاث ايام. هلا نحن مبرمجين انه نطلع على يطلع المنتخب على دبي ب 20 او 21 حتى اقصى. نعم. مشان نحاول عم نعمل نتواصل مع الانديه اللي بعثوا لنا اياهم قبل بنهارين زياده ليتسموا اللاعبين مع المدرب. فعم نعمل اقصى جهدنا ان شاء الله نحسن نجيبهم 21 ب 22 ان شاء الله. ان شاء الله، يعني في رح يكون تجمع لهم بدمشق كابتن قبل السفر ولا رح يكون التواجد؟ للمحترفين بالخليج لا. لا، المعسكر اللي ال 20 اللي انتقاهم المدرب. تماما. خلينا نحكي، ما انه قلت المدرب كابتن نبيل، هلا السؤال الاهم اليوم بالشارع الرياضي، شو صار بعقد المدرب تيتا؟ يعني كلياتنا بنعرف كان في بعض الامور البسيطه، ربما هي خلافات بوجهه النظر ببعض بنود العقد، فينا نعرف وين صارت هاي الخلافات ان شاء الله انحلت؟ قعدنا ثلاث ساعات قبل الظهر، وقعدنا ثلاث ساعات المساء الساعه 9 خلصنا واتفقنا الحمد لله على جميع الامور، بقي يعني شغله صغيره بصراحه بقولة، اتفقنا على كل شيء ابدا 100% الا شغله صغيره. شو هي؟ هو حاطط شرط جزائي بالعقد، هذا الشيء اللي نحن ما وافقنا عليه، مع انه ما وافقنا عليه بدون شرط جزائي، هو حاطط شرط جزائي له مبلغ معين وحاطط اكبر منه بكثير على الاتحاد، هذا الشيء اللي انا وقفته وما ما ما اتفقنا عليه، حكينا مع الاستاذ فراس المعلم رئيس الاتحاد الرياضي العام وانبسط كثير من الاتفاقيات اللي اتفقنا عليها، وحتى حصلنا شغلات حلوه كثير بتفيد البلد ما بعد الشهر الرابع لنخلص التصفيات، ونوعد انه بكره يقعد مع المدرب يحل هذه النقطه. استاذ، هو قديش قديش مده العقد لو سمحت؟ سنه كامله. سنه مع الكادر تبعه؟ سنه مع الكادر تبعه. ممتاز. بشرط انه الكادر انه بعد الاربع اشهر نحن التحقيق تحت ال 20 سنه وتحت ال 17 سنه بشهر التاسع والعاشر، انه يلتزم المدرب والقائم تبعه بتدريب المنتخبين. يعني رح يتم الاشراف على منتخب الشباب والناشئين من قبل تدريب وليس اشراف، تدريب منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. كادر مدرب تيتا رح يدرب منتخب الشباب والناشئين مع تيتا. مع تيتا. ممتاز. هو المسؤول الاول والاخير. ممتاز. هذا طيب. الشيء كابتن، معناتها الامور شبه منتهيه، خلينا نحكي بامور جيده جدا، باقي هي الثغره اللي حكيت عنها ان شاء الله بتنحل بكره. خلينا نحكي فورا بموضوع هم الانديه وموضوع الدوري، شفت اليوم انت اكيد عم تلامس هذا الموضوع. أكيد. تحديدا أكيد. بموضوع الدوري، ايمت الدوري رح يرجع؟ ايمت الانديه رح تبلش ترجع تلعب؟ كل الانديه حامله هموم ماليه، وصارت هلا قصه اللي ما له قصه انه لا لازم يلتعب دوري. كابتن ان شاء الله نحن الملاعب كلها، يعني انا حكيت انه كنت ناوي نبلش الدوري الجمعه هاي الجاي، كونه صار معسكر داخلي. هلا ما انصدمنا بموضوع الملاعب، الملاعب كلها بدها يستلمها الاتحاد الرياضي ب 10 شهر. نعم. اوكي، ب 10 شهر رح نلعب الثلاثه ب 11 الشهر، نبلش 11 14 18. ثلاث جولات باسبوع 11 14 18. مشان نمشي بعدين بدنا نوقف لانه السفر ب 20 على دبي.
يعني مضطرين تماما مضطرين. قبل سفرة دبي في ثلاث جولات، يعني ثلاث جولات ان شاء الله، ثلاث جولات. والله يعني نتمنى نحن انه يضل المستوى الفني. كابتن عفوا سؤال يعني على الهامش من خلال كلامك، ضغط المباريات ما بنخاف ياثر على لاعبي المنتخب؟ يعني انت في عندك بالانديه لاعبين منتخب، ما بنخاف من اصابات، بنخاف من حمل زايد بالتمرين؟ يعني هي الامور والله يعني والله هذا لمصلحه المنتخب نحن عم نحكي. أكيد يعني ثلاث مباريات باسبوع، هو اكيد لاعب كره قدم وهو لازم يكون مهيئ، بس انت عندك مباريات دوليه. هلا انت في عندك فضل مثلا عم نحاول ان احنا نستمر بالمعسكر، اللاعبين بيتمرنوا مثلا تمرين خفيف بيروحوا بيلعبوا مباراه. هلا المباراه هو طالب المدرب مباريات، يعني نحن رح نتابع مباريات المنتخب كمان. ما بعرف اذا هلا بدنا نقعد بكره نحن وياه نشوف شو طالب مباريات، ايمت التاريخ، لنحسن نبرمج كل شيء. وكمان عندنا مسؤوليه الدوري لازم نمشي. طيب نحن محتارين، يعني عم بحكي بكل صراحه، لذلك ارتقينا كمان مشان الانديه واللاعبين يلعبوا مباريات، ولازم يكونوا حكيمين نفسهم بنفس الوقت. طيب يعني انت يا لاعب كن حكيم نفسك، اوكي كابتن، يعني دير باله على حاله. شو بنعمل؟ ما بنقدر نعمل. انا بقول لك شو بنعمل. بس هي مو مشكلته، لا مو مشكلته، لا مو يا كابتن انتحار. انت عفوا كابتن نبيل، انت ما مشكلتك، احنا عم نحكي شو لازم نعمل، لازم نحط جدول نمشي عليه بطريقه صح. هذا متفقين عليه 100%. تماما. لذلك احنا اجينا لقينا هالفوضى، بقى بدنا نمشي مع هالفوضى بحيث انه نوفق ما بين المنتخب وما بين الانديه. تماما تماما. طيب كابتن نحكي شوي كمان منتخب، قديش ان شاء الله نحن متفائلين من مباراتنا مع ضد المنتخب الاماراتي وبعدها مع المنتخب الكوري الجنوبي في الامارات؟ يعني نحن رح نختصر مرحله ارهاق سفر للاعبينا لانه تمت الموافقه على نقل ارضنا الافتراضيه من الاردن الى الامارات العربيه المتحده. صحيح. شكرا للاردن. صحيح. وشكر كبير كمان للامارات. قديش عندنا نسبه تفاؤل عاليه ان شاء الله بعد ما قعدت اليوم القعده الايجابيه مع الكابتن تيتا بمباراتي الامارات وكوريا الجنوبيه؟ والله بشدة وأماني، يعني أنا لاحظت منه وتحاكينا نحن بالموضوع أنه الشخص متفائل، يعني متفائل جدا، حتى يعني حتى حكينا بموضوع المكافآت إذا تأهلنا، يعني ما خلينا شيء ما حكيناه. بقى أنا مثل ما لاحظت أنه هو متفائل كثير إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بنقول يا رب. كابتن اموال مجمده ولا من الاتحاد السوري رح يتم الدفع؟ شو اتفقتوا؟ لا رح يتم الدفع في 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 دفعه، اول دفعه من الاتحاد السوري هالشهر لبين ما نوقع العقد ونبعته، ومن الاموال اللي حصلنا عليها من قطر وليس من الاموال مشاركه المجمدة. كاس العرب سابقا بكاس العرب. تمام. فينا كمان نعرف عن موضوع الانتخابات القادمه اللي رح تكون ان شاء الله بالشهر الثالث، في اي ملاحظات من قبل الفيفا على موضوع نظام الانتخابات؟ عندنا نحن عدلنا بالاتفاق، دائما كان في نقاش المحامي امجد مع الفيفا بتواصل دائم، وهلا خلص كل شيء، حيحطوا بكره باجتماعنا بين ايدينا نتدارسه ونبعثه، نعمل نبعثه للفيفا اولا يوافقوا لنا اليوم، بنعمل قبله مؤتمر استثنائي للموافقه على التعديلات، وفورا بعدها بنعلن على الانتخابات 26/3، نحن محددينها واخذين موافقه الفيفا عليها. تمام، ان شاء الله كل التوفيق لكم يا كابتن ولمنتخبنا الوطني وللمدرب تيتا وللرياضه السوريه كلياتها بشكل عام. شكرا لك يا كابتن وكل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اهلين، شكرا لكم. ان شاء الله هيك يعني من كلامه عمر في تفاؤل، يعني يعتبر باقيان هي النقطه اللي يعني خاصه انه الاتفاق كان ايجابي اليوم. تماما. وفي ناس كثير وحتى اعلاميين وصحفيين ونقاد حكوا عن معسكر حلب انه معسكر كان ايجابي، التزام اللاعبين بمن حضر خلينا نقول. صحيح. كان ممتاز جدا، تدريبات جيده جدا. هلا حكى لك معسكر قطر ما راح يطلع يلعب يعسكر بلا مباريات، انه لا بقعد بعسكر بالشام احسن ما انه سافر على الفاضي. لا 100% اذا ما في مباراه وديه. ان شاء الله كل التوفيق اكيد للمنتخب. مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نكمل 90 دقيقه، خليكم معنا. مساء الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لملف كره السله. طبعا قناه سما هي الناقل الرسمي للدوري السوري لكره السله، وكلياتنا تابعنا هذا الاسبوع قمه المباريات لجمعت حامل لقب الكرامه
والزعيم نادي الجيش، مباراة كانت رائعة بكل ما تحمل كلمة من معنى، حسمت باللحظات الأخيرة بفوز حامل لقب نادي الكرامة. مباراة كتير كانت مهمة أكيد، كنا عم ننقلها على قناة سما. بالفعل الفريقين قدموا وجبة كرة سلة كتير مهمة، ما قدروا يتوفوا نادي الجيش بنهاية المباراة. نادي الكرامة قدم مباراة كتير مهمة رغم إصابة عملاقه عمر الشيخ علي، أكيد اللي بتمنى له الشفاء. عمر عمل عملية غضروف وأكيد رح يكون إن شاء الله في القريب العاجل بالملاعب وبخدمة نادي الكرامة. مباراة جيدة جدا فنيا من المدربين، مثل ما حكينا وجبة دسمة كانت. صحيح، واللي بسطنا فيه أكثر جوهرة رامي مرجاني، ما شاء الله كل ما عم يكبر عم يجوهر. ما بدي احكي عليه مشان ما نحزده، لا اكيد بس ما شاء الله عليه. عن جد طبعا مشاهدينا هي الخسارة الأولى لنادي الجيش هذا الموسم. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع. شكل زكريا الحسين الحدث الأبرز لهذا الأسبوع، هذه المرة ليس بفضل أرقامه المميزة وإنما بفضل الإساءات التي تعرض لها في المباريات الأخيرة داخل الصالات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. 27 نقطة سجلها زكريا الحسين في سلة الوحدة من بينها 5 ثلاثيات في المباراة التي تم نقلها من حمص إلى دمشق بسبب عدم جاهزية صالة غزوان أبو زيد، لكن نقاط زكريا لم تكن كافية لمنع الوحدة من تحقيق الفوز بنتيجة 82-77 ليتصدر لائحة الترتيب في الوقت الذي تراجع فيه الوثبة إلى المركز السادس ب9 نقاط. وفي قمة الجولة السادسة نجح الكرامة حامل اللقب في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الجيش بفارق 5 نقاط بواقع 91-86 بعد شوط إضافي، وقدم الفريقان أداء مميزا وتفوق الكرامة في الربع الأول بواقع 21-11، لكن تألق المرجان في الربع الثاني سمح لأصحاب الأرض بقلب المعطيات ليتقدم بواقع 43-40. وفي الربع الثالث عدل الكرامة الأرقام بواقع 57 لكل منهما وليستمر التعادل حتى نهاية المباراة قبل أن يحسمها أزرق حمص لصالحه وليستمر دون هزيمة محتلا مركز الوصافة برصيد 12 وبفارق السلات عن الوحدة المتصدر، فيما تراجع الجيش إلى المركز الثالث برصيد 11. أما عن ديربي حما الذي شهدنا فيه تألق كلا الفريقين، حسم النواعر اللقاء لصالحه بفارق 20 على حساب الطليعة بنتيجة 67-57، حيث برز فيها لاعبين نواعير محمد إدلبي ومايك مرجي. أما في ديربي حلب فقد تابع الاتحاد سلسلة انتصاراته مع تألق نجمه أنطوني بكر وتفوق على الحرية بنتيجة كبيرة بواقع 96-59 ليحتل الاتحاد المركز الرابع ب11. وفي اللاذقية تفوق الجلاء على مضيفه حطين بنتيجة 71-47، وكان لاعب الجلاء جورج صباغ الحصة الأكبر من التألق في هذه المنافسة. وبالعودة للعاصمة دمشق حيث حقق فريق الثورة الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 70-60. جود ديفنس لجو الطباخ، والطابع بترجع لمصلحة فريق الفيحاء ونقطين لمصلحة فريق. طبعا مشاهدينا تابعنا هذا التقرير بيخص الجولة كاملة لهي المرحلة، طبعا آخر شيء هو نادي الفيحاء ونادي الثورة. فينا نعمل هيك محصلة سريعة بهذا الجرافيك نشوف كيف كانت نتائج هذا الأسبوع. أكيد ده عم نشوف بالأسبوع، خلينا نحكي على أول نحكي على الترتيب. الوحدة عم يتصدر الترتيب ب 12 نقطة، الكرامة بيجي بعده بالمركز الثاني، المركز الثالث جيش، الاتحاد بالمركز الرابع، والجلاء بالمركز الخامس، الوسبة بالمركز السادس، النواعير بالمركز السابع، الحرية بالمركز الثامن، الطليعة بالتاسع، الثورة في المركز العاشر، حطين 11، والفيحاء متذيل الترتيب رقم 12. كمان الأسبوع نتائج الأسبوع السادس، حطين خسر مع فريق نادي الجلاء بنتيجة 47-71، الطليعة كمان خسر مع النواعير بنتيجة 57-67، الفيحاء والثورة فاز الثورة بنتيجة 70-60، الجيش خسر مع الكرامة بعد أوفر تايم أكيد وقت إضافي بنتيجة 91-86، الوحدة فاز على الوسبة بنتيجة 82-77، والحرية والاتحاد، هي المباراة اللي كتير بتهم وبتعني لجماهير حلب، فاز نادي الاتحاد 96-59. مثل ما بنشوف كابتن عمر
حطينه الفيحاء الوحيدين اللي ما فازوا لهلا، طليعة والثورة كل واحد منهم بيملك فوز، الوحدة والكرامة ما فيه ولا خسارة، الجيش والاتحاد كل واحد خسارة. صحيح. يعني هي أهم. بما أنك عم تحكي على نادي الاتحاد، طبعا من بعد خسارته مع فريق نادي الجيش عمل انتفاضة فنية، قدر يرجع لسكة الانتصارات وعم نشوف نادي الاتحاد، وتحديدا صار معنا أكيد الكابتن باسل حموي رئيس نادي الاتحاد ومدربه السابق أكيد بكرة السلة وعراب كرة السلة في نادي الاتحاد. يسعد مساك كابتن. يسعد مساك حبيبي، اهلا وسهلا. كل عام وانت بالف خير كابتن باسل، لك ولكل اهلنا بحلب ولنادي وجماهير نادي الاتحاد. وانت بالف خير عمورة، وان شاء الله السنه القادمه سنه خير لكل الرياضه السوريه ان شاء الله يا رب. كابتن، عم نحكي اليوم وكل النقاد في كره السله عم تقول لك فريق نادي الاتحاد عمل مثل ما بيقولوا رجعه قويه من بعد خسارته مع فريق نادي الجيش، فارض نفسه فنيا على جميع الفرق، عم يكون متسيد الأرقام بكل الأداء. كيف بتشوف الفريق من بعد مباراة الجيش، وشو بتشوف مباراة نهار الخميس مع الجار الجلاء؟ هاي المباراة اللي أنت كنت مدرب فيها بكتير سنين، وهي مباراة الدربي بنحكي فيها دائما. هلأ طبعا مباراتنا مع الجيش هي الاستثناء اللي كانت، أما الدوري بشكل عام فريقنا هو فريق مميز جدا. نعم. فيه عناصر عالية المستوى وعناصر منتخب، وبالتالي رجع لوضعه الطبيعي بعد مباراة الجيش، وإن شاء الله مباراتنا مع الجلاء هو ديربي محلي، وراح تكون مباراة فيها كرة سلة عالية المستوى وليربح الأفضل. كابتن، خلينا نحكي بالشأن الفني اليوم، قديش عم تشوف ميزة فريق نادي الجلاء بالهجوم السريع؟ قديش عم يستزمروا الشباب الصغار يلي عندهم الياس عزارية، جورج صباغ، جورج نونو، هدول اللاعبين قديش قادرين يأثروا على فريق نادي الاتحاد؟ أكيد نادي الجلاء من عام الماضي حتى اليوم عم بيعتمد على اللاعبين الصغار والقواعد المتوفرة لدى النادي، وهن أبطال فريق الشباب بالعام الماضي، وبالتالي اعتمدوا وضموا عدد عناصر قليلة للفريق اللي هن مثل وسام يعقوب مثل سيبو، لكن الموضوع السرعة وعدم السرعة هو عبارة عن تكتيك مدرب، هو عبارة عن طريقة إدارة الفريق، وهن فعلا ناجحين بهالموضوع، وإن شاء الله رح نوقفهم بمباراة معنا. تماما كابتن. هلا انتم مثل ما حكينا، مثل ما حكى الكابتن عمر وحضرتك، عندك لعبتين قوايا ورا بعض، كيف رح يتم التحضير لهم ذهنيا نفسيا للاعبين؟ لانه لا سمح الله يعني اي خساره هون رح يصير في ابتعاد عن الوحده والكرامه. لا اكيد نحن عم نحضر جيدا فنيا ونفسيا للاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده اللي هو فيه كمان مباراتين كبار مع الكرامه ومع الوحده، وراح يكون فريق ان شاء الله جاهز. كابتن، راح نشوف تقرير عن ديربي مباراة حلب تحديدا نادي الاتحاد والجلاء بما جمعت في الاعوام السابقه، وبنرجع بنكمل حديثنا معك. تقرير. على الرغم من أن الكرامة أدخل حمصة على خارطة كرة السلة السورية بعد عقود من السيطرة الحلبية والدمشقية عليها، إلا أن دربيات هاتين المدينتين لا زالت تحتفظ برونقها وأهميتها على روزنامة مباريات الدوري السلوي بالنسبة لأنصار كل من الاتحاد والجلاء والوحدة والجيش. الأقدار شاءت أن تستهل هذه الأندية عامها الجديد بمواجهة تعتبر بطولة بحد ذاتها، ففي حلب يستقبل الجلاء في صالته فريق الاتحاد في مباراة تعيد إلى الأذهان الكثير من الصور والذكريات لنجوم كبار مروا على سلة الفريقين وتنافس كبير عرف سيطرة الشبيبة على لقب البطولة لنحو عقدين من الزمن قبل أن يتربع الأهلي على عرش الزعامة لأربع عشر سنة متتالية. وبعد أن تواجه البشيان والمرجان مع أبو سعد والقصاص والخياطة لسنوات، جاء الدور على الأبناء وعلى جيل جديد من اللاعبين ليكمل المشوار في مباراة تستيقظ حلب وتنام على أخبارها. وإذا كانت الغلبة قد دانت للاتحاد في السنوات الأخيرة، فإن الجلاء بإمكانه أن يفاخر بأنه النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري السلوي
حتى يومنا هذا، وبأنه آخر نادي حلبي فاز باللقب، وذلك في العام 2009. بالمقابل فإن معركة رياضية من نوع مختلف ستدور رحاها في صالة الفيحاء في دمشق، معركة لن تكون متكافئة على المدرجات، لكنها أكثر من متكافئة ومتوازنة داخل الميدان. الوحدة الذي يتسلح دوماً بجماهيره الكبيرة والعاشقة، والذي يفخر بأنه النادي السوري الوحيد الذي توج أسيوياً وأول من أخرج لقب الدوري من الشهباء عام 94، سيواجه فريق الجيش الذي عرف كيف يسيطر على المشهد السلوي في العقد الأخير، بعد أن أدركت إدارة النادي أن اللعبة الشعبية الثانية في سوريا قادرة على أن تمنح خزائن النادي الكثير من الكؤوس والألقاب شأنها شأن كرة القدم. المنافسة على زعامة العاصمة سلوياً عرفت الكثير من المواجهات الساخنة سابقاً بين طريف وأنور والحسينو مع العثمان والنقرش والبكري وغيرهم من اللاعبين الذين ألهبوا حماس المدرجات. واليوم لا تبدو الصورة مغايرة كثيراً، فالوحدة بقيادة مدربه الصربي نيناد عازم على المحافظة على سجله خالياً من الهزيمة أمام فريق الجيش بقيادة المجتهد عدي خباز، والذي يتطلع لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الكرامة. وفي أبرز مباريات الجولة أيضاً يستقبل الطليعة فريق الكرامة في حماة، والفيحاء فريق حطين في دمشق يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي الحرية والنواعير في حلب والثورة مع الوثبة في دمشق. برجع برحب فيك أستاذ باسل، بدي أسألك سؤال. مباراة كتير على الآن بذاكرتك بديربي حلب بين الاتحاد والجلاء، أي مباراة؟ هلا أكيد هي مباراة الدوري 2006 اللي هو كان من أهم دوريات البلاي أوف أربع فرق، وبعد ثلاث خسارات أولية لفريق الاتحاد حصلنا إنه قدرنا إنه نحصل على البطولة بهالمباراة، هي مباراتنا مع الجلاء. أكيد متذكرة أنا كثير هاي المباراة، وتحديدا كانت بصالة نادي الجلاء يلي صار معنا حاليا أكيد على اتصال كمان باتصال الدكتور أنطوان عتي رئيس نادي الجلاء والكابتن أنطوان عتي. يسعد مساك كابتن. يسعد مساكم وكل عام وأنت بخير كابتن عمر كابتن ماجد. شكرا لك. كل عام وأنت بخير وتنعاد عليك إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة. كنت عم بحكي مع الأستاذ باسل عم يسمعنا أكيد حاليا للأمانة، عم بحكي عن ذكريات هاي المباراة، مباراة الدربي بين الجلاء والاتحاد. قد ايه بتحمل بذاكرتك هاي المباراة؟ شفنا لقطات كمان قديمة بصالة تشرين حضرتك كنت موجود فيها كلاعب، تحكي لي عن ذكرياتك بهدول الدربيات. الحقيقة مرت سنوات طويلة لعبنا فيها بالدربيات وبين الأول والثاني، وكانت طبعا الغلبة بهالفترة من 79 ل 87 أو 86 لنادي الأهلي لنادي الاتحاد. طبعا كان هو بعصره الذهبي، وكانت لقاءات بتحمل كتير كتير من المستوى الراقي والعالي الحقيقة، مو بس على مستوى اللعب على مستوى التشجيع والجمهور. فكان الذكريات هي حتى الآن في قلوبنا كبيرة، وكان منتخب سوريا منقول تقريبا 9 أو 10 لاعبين هن 5 بـ5 فريق نادي الاتحاد ونادي الجلاء. صحيح. لذلك ديربي حلب هو ديربي دائما مميز، والحقيقة مدرستين من مدارس كرة السلة الراقية على مستوى ليس سوريا أبعد من سوريا. ما في شك. أستاذ باسل آخر سؤال أكيد بدي أسألك إياه مشان أكيد ما أخذ من وقتك كتير. صالة نادي الاتحاد في البناء أشيدت، ولكن إيمت التسليم إيمت بتخلص يقدر يستفيد منها نادي الاتحاد لا فرق القواعد؟ أستاذ باسل على ما يبدو في مشكلة بالاتصال، وفقدنا الاتصال مع الأستاذ باسل. أستاذ باسل عم تسمعنا؟ طيب لو شباب لو سمحتوا إذا منعود هلا بنرجع نتصل فيه أكيد. كابتن خليني أحكي اليوم، أنا بنادي لك كابتن أكيد دكتور أنت على عيننا، بس كمان بنادي لك كابتن رياضي. أنت كابتن رياضي طبعا. كابتن اليوم مباراة نادي الجلاء والاتحاد بتحمل مثل ما حكيت طابع كتير مهم على مستوى الوطن العربي كديربي،
نادي الاتحاد وبإدارته أكيد وأنت حضرتك رئيس النادي أخذت قرار وعهد على نفسكم أنكم تستخدموا وتستعملوا أبناء النادي في خدمة النادي. عم نشوف اليوم نجوم بفريق نادي الجلاء ككل أعمارهم بنسبة الأعمار لا تتجاوز 22-23 سنة. كيف عم تشوف أداء فريق نادي الجلاء بالدوري؟ دكتور عم تسمعنا؟ دكتور؟ ألو أستاذ باسل؟ أستاذ باسل معك. أنا آسف عم يصير صار في مشكلة بالشبكة من عندك مشان هيك رجعنا اتصلنا. كنت عم بسأل الدكتور أنطوان على موضوع فريق نادي الجلاء ولكن هلأ بدي حول السؤال اللي عندك تحديدا بموضوع صالة نادي الاتحاد. أشيدت الصالة مثل ما شفنا أكيد بدي لك مبروك عليها ولكن إيمت بتخلص بالشكل النهائي ليقدر نادي الاتحاد يستفيد منها لكل الفئات؟ عمر حقيقة الشركة الراعية مشكورة قامت بعمل جبار من آذار الماضي لتاريخ الآن خلال 6-7 شهور بإقامة الإكساءات للصالة وباقي بعض التشطيبات الخفيفة زائد الأرضية والسلات أرضية الباركي نعم. والسلات اللي لازمة نوعدنا نحن أنه لازم نلعب تمرين في هالصالة هي قبل البلاي أوف. إذا كان الأمر كان فعليا قدرنا نحقق هالشيء فهو إنجاز كبير كبير للنادي. بأبعد الأحوال بأبعد الاحتمالات ممكن للموسم القادم نكون نحن جاهزين لنلعب على الصالة. بدي أتمنى لك كل التوفيق كابتن أكيد لألك ولا نادي الاتحاد. عمر حبيبي أنا بس إلي عندك طلب وحيد. تفضل. اتفقنا مع نادي الجلاء بأنه تكون المباراة بصالة الأسد نعم الساعة 4 نعم. هلا الجمهور تعرف أنت يوم خميس والساعة 4 عم بتمنوا علينا تمني كبير أنه يكون النقل بالساعة 6 أو الساعة 7 بعد هالموضوع لأنه 4 بيكون العالم لسه طالعة من أعماله وما يقدراني تتفرج على هالديربي الحلو. صحيح كابتن تم تبليغنا اليوم من اتحاد كرة السلة بتغيير مكان المباراة إلى صالة الأسد. الجدول وتوقيت المباريات كان محطوط من أول الدوري تم توزيعه على كل الأندية. رح نشوف أكيد نحن اليوم بقناة سما أكيد أنت عم تشوف الجهد يلي عم نحطه بنقل الدوري وعم نكون متعاونين جدا مع الاتحاد ومع كل الأندية. رح نشوف أكيد شو بنقدر نساوي بهذا الموضوع بالاتفاق مع الاتحاد السوري لكرة السلة وأكيد إن شاء الله يعني نقدر إن شاء الله نقدر نحقق هذا المطلب لجمهور نادي الاتحاد. شكراً عمار. شكراً كابتن. شكراً لأستاذ باسل حمي. دكتور. دكتور أنطوان. تفضل. عم تسمعني ها؟ أكيد. تمام. دكتور كنت عم بسألك اليوم نادي الجلاء وحضرتك رئيسه اليوم أخذتوا عهد على نفسكم بإنشاء جيل جديد في كرة السلة في نادي الجلاء وعم نشوف هذا الشيء عم يأتي ثماره بفريق نادي الجلاء حاليا. اليوم نجوم نادي الجلاء يلي عم يلعبوا لا يقل شأنا عن بقية النجوم الكبار في الدوري معدل أعمار تقريبا 22-23 سنة بفريق نادي الجلاء لاعبين مميزين خليني أذكر منهم الياس عزرية مثل ما حكيت جورج نونو جورج صباغ كل اللاعبين مشان ما أنسى حدا كمان كلهم عم يكونوا مميزين. قديش عم تلاقي هذا الشيء واقع حقيقي وعم يفيدكم كنادي؟ قديش قادرين تعملوا فاينل فور مع هذا الفريق؟ كابتن عمر بتشكرك. هو القرار الجريء هذا اتاخذ طبعا مع الاستعانة بمجموعة من خبراء كرة السلة في نادي الشبيبة بنقول القديم اللي هو نادي الجلاء نعم. اللي هو الكابتن أبو ليون عبود عبوش نبيل كردي جورج زيلت جورج بيطار تحية لكل كباتن أكيد إسلام إسلام عقول سلوية كبيرة جدا وهي استراتيجية كان أخذها نادينا من سنوات طويلة والحقيقة اعتمدناها أنه الفريق القوي اللي كان متصدر الدوري لسنوات بالشباب والناشئين وحاليا صاروا رجال فكان القرار الجريء هو نحن نشارك بهاللعيبة نعم. الحقيقة لسببين. أول سبب مهم هو ثقتنا بهاللاعبين وثقتنا بإمكانياتهم وثقتنا بالمدربين اللي موجودين من أبناء النادي نعم. الأمر الثاني هو الواقع المالي المادي لنادي الجلاء. طبعا الواقع المالي هو واقع متواضع فهاللاعبين هدول اللي نحن هنن ولاد النادي تعرف هدول ما بيكلفونا ماديا كل الفريق بسعر لاعب واحد
من اللي موجودين حاليا بالدوري الفريق كله. يعني انا راح اقول لك على امر كابتن عمر كابتن مجدي انه الفريق كلفنا فقط 140 مليون ليره سوريه والفريق كاملا، وهذا الفريق نحن ثقتنا فيه كبيره جدا جدا. ممكن هذا سعر لاعب بغير نادي، انا هذا اللي عم بقوله، هو سعر لاعب. تمام. فهو هالامرين هن اللي خلونا ناخذ القرار الجريء، وكلتنا ثقه الحقيقه بنتائجهم وقدراتهم وامكانياتهم. والحقيقه كابتن عمر هالشيء اللي زرعناه حاليا يمكن اذا ما حصدنا الذهب هالسنه هي اكيد بالسنوات القادمه رح يكون من نصيبهم ان شاء الله. اكيد انا بشد ايدي اكيد كلامك، بتعرف انه انا بحب هذا الشيء اللي عم يصير كلاعب كره سله سابق، الاهتمام بالفئات وبالقواعد. خلينا نحكي عن مباراة نهار الخميس تحديدا اللي هي ديربي بحلب، ديربي الجلاء والاتحاد. قديش جاهز الفريق فنيا؟ قديش قادرين تعملوا صدمة لنادي الاتحاد تقدروا تفوزوا بالمباراة؟ الحقيقة الفريق جاهز فنيا بشكل جيد. عنا إصابة واحدة ولاعب سيبوه اللي بلعب بالمركز واحد تماما، وباقي الفريق جاهز بشكل جيد جدا فنيا وجاهز نفسيا للمباراة. والحقيقة عنده الفريق تشالنج كبير بهالمباراة تحديدا، كرد اعتبار في عدد من المباريات اللي أضاعها بالثواني أو الدقائق الأخيرة من المباريات اللي فاتت بالدوري. والفريق إن شاء الله راح يقدم عرض جميل جدا، وما في شك أنه راح يلعب ضد فريق بضم أهم أسماء ونجوم كرة السلة في سوريا. وأتمنى أن تكون المباراة مثل ما بنعرفها كلنا على مستوى ديربي حلب، واتمنى ان يكون الفوز للافضل. اكيد بدي اشكرك دكتور انطوان عدت رئيس نادي الجلاء، كلامك واضح وصريح، وان شاء الله اكيد بنشوفكم نهار الخميس وبتطلع مباراه مثل ما بدكم واحسن ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا لك كابتن على تواجدك معنا عبر الهاتف. عمر سؤال، يعني انت ما شاء الله من سنين فقدت رونق الجماهيري مباراة الجلاء والاتحاد؟ أبداً أبداً. ليك أي مباراة، خلينا نحكي اليوم مباريات قمم، عم نحكي اليوم مباراة الجلاء والاتحاد بأي مستوى، إن كان مستوى جيد ولا كان مستوى متوسط أو منخفض، جمهور. أنا بقصد يعني نادي الجلاء كان من فترة كتير منافس قوي، اليوم هو اليوم عم يقدم مستوى بس مو مثل الجلاء اللي نحن بنعرفه 100%. خلينا يعني نكون صريحين، اليوم أكيد بيقل الجمهور. اليوم أنت على المنافسة بيكثر جمهورك وبيصير بحمسك أكثر، وفي جيل تغير عن جيل. يعني اليوم لنحكي بأيام الذهبية لفريق نادي الجلاء كان في عندهم جمهور بيعبي كل الصالة اللي نروح عليها نحضرها أو نلعب ضدهم، ولكن اليوم بينخفض الجمهور مع النتائج. ترد بترجع بتحاول تطور نفسك لتكون منيح، متى ما سمعت أنه فريقك اللي أنت بتحبه عم يربح لحالك رح تنزل على الصالة أكيد. خلونا نشوف شوية إحصائيات من الجولة الماضية مشاهدينا. طبعا هي التمريرات الحاسمه، علي ديار بكرين للاتحاد 26 تمريره، زكريا الحسين الوسبي 24، اسحاق عبيدنا للاتحاد 23، شريف العش الوحده 23، رامي مرجاني 23. اذا هي من كل الجولات السته لصناعه اللعب طبعا اسيست، ارقام كثير متقاربه. تصديات هي لكل المراحل اكيد رقم واحد هابو عبد الوهاب ما شاء الله عليه، ناهيه من عنده عبد الوهاب اكيد معه، عنده 15 تصدي. دياب الشواخ من الجيش 10، وسام يعقوب جلاء 8، محمود طرقجي من الحريه 7، و هدين قصب الله هدين قصب الله من الجيش بست تصديات. كمان عندنا الرميات الثلاثيه ما شاء الله رقم واحد بالبلد، رامي مرجاني لاعب نادي الجيش 26، زكريا الحسين قريب منه فرق 4 نقاط، يعني رمية ثلاثية ونص سلة. رقم ثلاثة من حطين اللي ما حقق ولا فوز، سامر حنونة ب 20 نقطة، مجد عربشة من الوحدة 16، جورجي نظريان من الكرامة أو 20 ثلاثية عفوا ب 15 ثلاثية لجورجي نظريان. نحن ليش عم نقول إنه الغريب من حطين؟ لأنه ما حقق ولا انتصار حطين لليوم، وعنده لاعب عنده 20 ثلاثية. إيه، ولكن أكيد مستوى سكورو كان دائما عالي دائما أكيد. الهدافين اللي عم نشوفهم دائما متصدر طبعا، رامي مرجاني ب 179 نقطة، زكريا الحسين لاعب نادي الوسبي ب 166 نقطة، هشام عرواني من الطليعة ب 141 نقطة، مجد عربشة من الوحدة 123 نقطة، أنطوني بكر من الاتحاد ب 104 نقطة. تماما 179، يعني من ست مراحل كل هاي الارقام مشاهدينا.
خلينا نشوف شو في عنا قطع الكرات الستيل. يعني عمر ادلبي من الوحده ب 25 كره، هذا بيورجيك قديش اداؤه الدفاعي بيكون مطول. جيد صحيح. اكيد مايك مرجي كمان صانع العاب فريق نادي النوعير ب 22 ستيل، شريف العش كمان باداء دفاعي كمان ب 16 ستيل، طارق جابي من الكرامه كمان بهمه كثير عاليه، طارق عم نشوفه دفاعيا ب 15 ستيل، مجد عربشة كمان ب 15 ستيل. اليوم خليني احكي على تحديدا على مجد عربشة عم نحكي اليوم ومايك مرجي. مايك مرجي اجى من فريق نادي الثوره للنواعير، فعم نشوف ارقامه كيف تطورت لانه معه مجموعه كثير مهمه وقادر يساعد. مجد عربشه دفاعيا هاي السنه متطور عن السنين اللي كان عم يصير معه. والغريب كابتن ما عم نشوف ولا لاعب نحن هون من نادي الجيش موجود بموضوع قطع الكره ونادي الاتحاد ما راح تشوف لانه ليش؟ لانه عبد الوهاب وراء اخر السله فهو مستعد يدافع عن كل الفرق. اكيد طبعا مثل ما كنا عم نحكي عن الدربيات كابتن، مباراه الجلاء والاتحاد كمان عندنا ديربي منتظر بالشام. صحيح الوحده والجيش اكيد. صار معنا اكيد رئيس نادي او رئيس هيئه الاعداد البدني في الجيش والقوات المسلحه اللواء محسن عباس. يسعد مساك كابتن. مساء الخير، الله يمسيك بالخير لك والاستاذ غيث. يسعد مساك. بدي لك اول شيء الف مبروك تسلمك لا إدارة الإعداد البدني في الجيش والقوات المسلحة وترفيع أكيد الرتبة إلى لواء. إن شاء الله ألف مبروك، تكون سنة خير عليك بالشكل الشخصي إن شاء الله وعلى نادي الجيش. شكرا لك والله يبارك فيك والله يضمننا السيد الرئيس ويمد بعمره يا رب ويحفظه إن شاء الله. ألف مبروك لك والعام تبقى ألف خير سيادة اللواء. أكيد هي خبرة متراكمة صار عندك ما شاء الله، أنت صار لك عمر مع نادي الجيش متواجد بعدة تسميات، اليوم أنت عم تستلم الهيئة كلياتها. إن شاء الله بتكون هي بادرة خير لحضرتكم. البداية هي ما لها سهلة نهائيا، يعني مع تسلمك المنصب الجديد عندك مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، ولكن اليوم الند لك هو الديربي نادي الوحدة، مباراة أبدا ما لها سهلة. الجيش عنده خسارة أولى كانت بالمرحلة الماضية مع الكرامة، الوحدة ما عنده ولا خسارة، رح تكون خسارة ثانية للجيش ولا خسارة أولى للوحدة؟ فعلا مباريات الديربي قوية والحمد لله نحن بنشكر قيادتنا العسكرية على هالثقة اللي قولتنا إياها، إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم وما راح ندخر جهد. مباراة الديربي مباراة دائما بتكون لها خصوصيتها وحساسيتها بكل الديربيات. نحن متعودين نحن ونادي الوحدة على هالمنافسة الشريفة، واللي إن شاء الله بنتمنى اللي يحصل يفوز فيها الأجدر والأفضل. نحن سابقا خضنا مباراة صعبة كانت مع الاتحاد بأثناء افتتاح الصالة العملاقة وتوفقنا فيها الحمد لله وربحناها، وإن شاء الله بكرة يوم الجمعة الفريق بكامل جاهزيته وإن شاء الله التوفيق له إن شاء الله يكون هو اللي فايز. سيادة اللواء أنت عاصرت أكثر من ديربي بكرة السلة وقلنا ذكريات كثير مع بعض بلعبة كرة السلة تحديدا، أي ديربي على الآن ببالك؟ أي ديربي مشكل لك فرح أو حزن؟ في مباراة أكيد أنت بعدها ببالك تحكي لنا عنها؟ مضبوط، تلاحظ أنه كرة السلة كرة مجنونة صحيح، توصل لنهايتها يعني ما بتعرف، بتكون أعصابك تلفانة والناس مع أعصابها مشدودة. أنا يعني بالعكس الله يساعد اللاعبين هنن اللي يعني يتحملوا المسؤولية وهنن عليهم الضغط، ضغط الجمهور وضغط اللعب وضغط المدربين وضغط إدارة النادي. ف بتلاحظ نحن بذهني لما كنا كان في النهائي وكانت 3-5 صحيح 2018 بذكر صحيح، وبلش نادي الوحدة بنتيجة 2-0 لصالحه، 2-0 ودخلنا المباراة الثالثة والرابعة والخامسة كل التحضيرات حتى يكونوا يتوجوا هنم بالمباراة الثالثة إذا صحيح. نحن أخذنا المباراة الثالثة والرابعة والخامسة صحيح، توجنا ببطولة الدوري. فهي كانت فعلا مباراة، هي دليل أنه كرة السلة ما بينحزر عليها صح تماما، هي لعبة الثواني دائما كرة السلة صحيح. خلينا نروح سيادة اللواء لكرة القدم بسؤال سريع لو سمحت، كمان يعني كادر جديد خلينا نقول لعب مباراتين كابتن محمد عقيل وحضرتك هلا انت اليوم مسؤول صرت عن هالموضوع، قديش رح يكون الاهتمام بنادي
الجيش لكرة القدم، وخاصة أنه عنده مشاركة آسيوية رح تكون؟ نحن ما رح ندخر جهد واهتمام بكل الألعابنا، ولكن تعرف كرة القدم اللعبة نمبر ون، رقم واحد تجي بعدها كرة السلة، وكل الإمكانيات مسخرة بهالاتجاهات. نحن لاحظنا بالفترة الأخيرة لاحظت في تعثرات للفريق، اضطرينا أنه وخاصة عندنا استحقاق آسيوي قادم، ومو استحقاق المستوى الثاني اللي هو كأس الاتحاد، استحقاق كأس الأبطال اللي نحن قدمنا ملفنا والحمد لله نال القبول. نحن ما رح نأثر على حدا، يعني بدي أتطرق لهالموضوع. نحن بالعكس هي تمثيل للكرة السورية خارجيا، فنحن رح نلعب بالملحق وتصور، والقرعة رح تتحدد 17-1 ببين رح نلعب ملحق ولا ضمن المجموعة. إذا ملحق عندنا ثلاث فرق أندية، إن سافانا الأوزباكي أو الشرطة العراقي أو الزوراء العراقي، واحد منهم رح نلعب. فلذلك عملنا صدمة للفريق، ولاحظنا أنه في تعثرات، فلذلك عملنا صدمة للفريق. تقريبا يعني الأمور باستعداداتها وبجاهزيتها، والمتابعة مستمرة باتجاههم. لعبنا المباراتين الأخيرات، واحدة فزنا فيها واحدة تعادلنا، يعني كنا مع الوحدة وفريق الوحدة كبير. بتعرف قال لك كنا عم نحكي عن الديربيات وعن صحيح الشد العصبي اللي بيصير فيها، واحيانا مو الفريق الاميز او الافضل فنيا بيفوز، احيانا لا، الخبره من المدرب، خبره اللاعبين، كيفيه خصوصيه المباراه وحساسيتها بتتطلب هيك ديربيات انه الواحد يكون حذر، وخاصه اذا تقيدوا اللاعبين بتعليمات المدرب ودرسوا الحالي بشكل جيد وطبقوا بكل حذافيره، يعني فبتلاقي بيخرجوا بنتيجه جيدي. فريق الوحدة فريق كبير، وفريق الجيش فريق كبير، يعني من اكبر الفرق وعرقها. ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله كل التوفيق لحضرتكم سياده اللواء. مبروك مره ثانيه وكل عام وانتم بالف خير، وشكرا لتواجدك معنا عبر الهاتف. شكرا. شكرا لك كابتن. بدنا نروح هلا للبيست فايف، بس قبل ما نروح، حتى اللاعبين الوحده والجيش بيعرفوا بعض، يعني تنقلوا هن بين 100% بين بعضهم لاعبين. في لاعبين لعبوا بهذا النادي اليوم، خلينا ناخذ مثال، هان الدريبي العام الماضي كان مع فريق نادي الجيش، اليوم عم نشوفه مع فريق نادي الوحده. تماما، يعني في كثير امثله على الموضوع لهيك. رح تكون هي كمان ديربي خاص للاعبين. خلينا نروح مشاهدينا هلا لافضل خمس لقطات المرحله السادسه. قبل ما نروح لجدول مباراة النقل التلفزيوني كابتن، كلمة أخيرة منك، يعني خلال متابعتك دائما جلاء اتحاد جيش وحدة، انت شلون بتشوف هدول المباراة؟ مليك مثل ما حكى لواء محسن، مباراة ما بتحزر عليهم. ليك خلينا نكون صريحين، في تفوق فني بالشكل لفريق نادي الاتحاد بالعناصر، ولكن اليوم عناصر نادي الجلاء ما بيقلوا قوة عن اللاعبين اللي عم نشوفهم، عم نشوفهم بكل مستويات اللي عم يلعبوا ضده، هدفهم واحد، شكلهم واحد، مشغول عليهم بطريقه كثير صح. اكيد تحيه لعبود شكور،
مدربهم لاعبين ممتازين. ما تنسى اليوم عندك 4-5 جاردز عم يلعبوا برا على القوس، صعب انك تقدر تمسك عليهم. الكل صحيح. الكل يعني خلينا نحكي، عم برجع بقول لك جورج دوماي، نونو، صباغ، الياس عزرية، نجوم كتير كبار هدول بهذا العمر. مباراة سريعة رح تكون، سريعة بالملعب يعني رح تكون، لأنه هدول الشباب قادرين يركضوا كتير. تماما. وكمان هلا وحده جيش، هاي المباراه اللي ما بينحزر عليها. شوف اوكي، خسر فريق نادي الجيش مع فريق نادي الكرامه، ولكن برجع بقول لك فريق نادي الكرامه لعب مباراه جيده بالخمس، بكل مباراه طبعا، ولكن عرف يخلص الخمس دقائق الاوفر تايم اللي راحت فيها المباراه. نادي الجيش ما عرف يتصرف فيهم بشكل اللعب، ولكن مباراة رح تكون مباراتين قوايا رح يكون. خلونا نشوف اوفر تايم بالدوري السوري يعني دائما. مشاهدينا خلونا نشوف الجرافيك الخاص لمباريات الجولة السابعة بالدوري السوري لكرة السلة. يوم الخميس النقل التلفزيوني رح يكون جلاء اتحاد الساعة 4، طليعة كرامة الساعة 5، فيحاء حطين الساعة 6. يوم الجمعة نقل تلفزيوني ديربي دمشق الوحدة والجيش الساعة 4، الحرية والنواعير الساعة 5، الثورة والوثبة الساعة 6. أنا تماماً خليني بس كون واضح بالطلب اللي طلبه الكابتن باسل حمود. رح نحاول أكيد الطلب اللي طلبه نقدر نساوي فنياً مع اتحاد كرة السلة. ما تفكروا إلنا غاية أو أي شيء، بالعكس نحن بيهمنا دوري حضور كرة الجماهيري قوي وحقيقي. صحيح. لنكمل حديثنا عن دربيات دوري كرة السلة، معنا الكابتن أنور عبد الحي رئيس نادي الوحدة اللي كان لاعب واليوم كان عم يصير اداري بالنادي. مساء الخير كابتن. الله يسعد مساك عمر، اهلا وسهلا كابتن. كثير دوريات حبيبي. كثير دوريات. يسعد مساك يا كابتن. يسعد مساك، انا قصدك مستعجل دوري بدي اعرف منك بس اسمع صوتك الكابتن عمر خلص سيدي انا بشوف عمر يعني شوف العلاقه اللي بالملعب بتكون سبحان الله يعني بتقطع خطوه دائما لقدام، بس انت اخونا وحبيبنا وبنفتخر ان شاء الله. كل عام وانت بالف خير يا كابتن. وانت بالف كل عام وانت بخير كابتن. خلينا نحكي فورا على ديربي دمشق الجيش والوحده. طول عمرك كنت تلعب هذا كلاعب، اليوم بمهمه جديده، حضرتك اليوم رئيس نادي الوحده، كيف بتشوف المباراه؟ هلا اول شيء بدي بارك لسياده اللواء محسن عباس، طبعا مهمه جديده كمدير لاداره الاعداد البدني، ولعبه الجيش والوحده عمر دائما حساسه. فنيا بدي فوت فورا، نادي الجيش رامي مرجاني هو القوه الضاربه بنادي الجيش. نعم. نادي الكرامه قدر يتفوق عليهم لانه بصراحه قدروا يدافعوا بطريقه كثير حلوه على رامي، وقدروا ينزلوا سكوره بطريقه مخيفه، هذا خلاهم يربحوا. هذا ما بننسى عماد حسب الله، الشواخ، بقيه الفريق محدين اصغر لي، هن كلهم لهم دور. هلا فريقنا بتعرف ميناد، الكوتش ميناد له اسلوب دائما مميز بموضوع الدفاع. نعم. اذا قدرنا نطبق هالدفاع ونقدر نضغط سكور رامي مرجاني اكيد رح نتفوق. هلا اذا بتطلع برات الملعب وحده وجيش دائما فيها حساسيه. القوه تبع نادي الوحده هي لما بيقول لما جمهوره بيكون واقف وراه. صحيح. بحاجة نادي الوحدة اليوم بحاجة جمهوره يكون واقف وراه. دائما نفتخر نحن بجمهورنا، بنفتخر بتفوقنا بالجمهور بإعطاء الروح للعيبة. طبعا نادي الجيش جارنا وحبيبنا وهو نادي بيمثل بلدنا، بقى نحن كمان بكل احترام طبعا أتمنى من الجمهور يجي يعطي هالدفعة اللي محتاجينها اللعيبة لحتى نتفوق عليهم. سهل اللعبة كتير للفريقين، نادي الوحدة إذا قدر يعمل كنترول كتير بوط على الديفنس بالدفاع على رامي مرجاني هو ما شاء الله حوله، يعني أنا متردد أقول ما شاء الله ولا ما أقول بس ما شاء الله حوله الله يحميه رامي عن جد. يعني تعرف عمر رامي آخر فترة يعني انا لاعب بنزل على الصاله بوقت غير اوقات التمرين لاقي حاطط هالسماعه تبع التليفون وعم يشوط، هذا اللاعب بيفرض علي احترام، ما في مشاكل، هو فارض احترامه. اذا قدرنا نعمل كنترول بالديفنس باذن الله المباراه اتجاهها لنا باذن الله. غير هيك اذا فلت رامي رح نتلبك كثير وحتكون المباراه
اكثر من صعبه لنادي الوحده. كابتن اكيد نحن عندنا اجود مصاب، عندنا نعم يوسف بناء عنده قريب، علاء ادلبي صار له شهر تقريبا ما بيقدر يرجع للفورما، بس الفريق انا نزلت على تمرينه اليوم وجاهزين، وان شاء الله يا رب تطلع مباراه راقيه بكل معنى ان شاء الله. كابتن بدي ما بدي طول عليك، اكيد بعرف طلعتك من اجتماع مجلس اداره، ولكن بدي تحكي لي عن مباراه بذاكرتك ضد فريق نادي الجيش بديربي، اي مباراه معلقه براسك فيها فرح فيها حزن او فيها شيء هيك قصه بتعني لك؟ وكان معك عمر، يعني انا بيهمني اسمع. يعني دائما معي عمر. هلا مباراتنا مع الجيش عمر اللي نصف نهائي الكاس اللي كنا خسرانين بالذهاب فرق 30 وربحنا بالاياب بعد الاكسترا تايم 36 نقطه، هي مستحيل انساها، بالاضافه لسنه ال 95 اول فاينل فور اذا بتتذكر، هي المباراه كانت مهمه لحتى تفوقنا على نادي جيش. الفرق انه هلا صار في احتراف، بهداك الوقت عمر ما كان في احتراف. صحيح. نادي جيش كان عندهم بصراحه اولاد ناديهم كانوا حاملينهم بطريقه، عماد عثمان، الكابتن جلال، نضال بكري، جاسم الخلاف، بشار شوقي، مصون يعني عطفي، كل هدول اللاعبين كان فريقهم عمر من اولاد النادي، وفعلا كان، بس ما كان في احتراف. صحيح. كان فعلا كان عندهم قوه ضاربه. اليوم الاحتراف فرض علينا وعلى نادي جيش، فرض تشكيل الفريق، مدربينا كثير مناح، الكوتش عدي بيعرف نادي الوحده منيح، الكوتش نينات بيعرف نادي الجيش، بيعرف كل الانديه السوريه اكثر من مدربينا، انا واثق بهالكلام. يعني برجع بقول لك هي الذكرى طبعا ما بتروح من بالنا، انه حققنا فيها بطوله الدوري وكان في نتيجه قاسيه بالذهاب رجعنا ربحناهم. برجع بلف ودور وبقول انه نحن قوتنا بجمهورنا، حتى نادي الجيش كان بصراحه وحقهم هذا، كان يعمل كل محاولاته لحتى ما يكون في جمهور لنادي الوحده، بس دائما جمهورنا كان يثبت ويجي ويوقف مع فريقه. هاي المباريات اللي ما بتنتسى، لانه اذا بتتذكر يا عمر كان الجمهور برات صادق اكثر. صحيح. اكثر من الجمهور اللي صحيح. جوا. كابتن انور عبد الحي رئيس نادي الوحده، اكيد بدي اتشكرك لكلامك ولذكريات اكيد اللي حكيت لنا اياها، بتمنى لك التوفيق لك بالشكل الشخصي ولنادي الوحده. شكرا كابتن. شكرا. اكيد كلاد عم ننتظر هالمباراه المهمه، رح يكونوا مباشره على قناه سما مثل ما حكينا، توقيت مباراه حلب رح ندرسه بكره اكيد مع اتحاد كره السله، شو بيقرر الاتحاد اكيد نحكي معه بهذا الموضوع. مشاهدينا اكيد سنه كرويه عم ننتظرها بفارغ الصبر عام 2022، شو مخبيت لنا هي السنه من بطولات ومن كؤوس؟ خلونا نتابع بهذا التقرير. كعادة السنوات الزوجية سيكون العام 2022 عاما مليئا بالأحداث الكروية على مستوى العالم. البداية ستكون من الكاميرون والتي تحتضن النسخة 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية على التوالي، وتشهد البطولة التي تفتتح يوم الأحد المقبل في 9 من شهر كانون الثاني الحالي رقما قياسيا في المشاركة العربية بتواجد كل من 7 منتخبات عربية هي مصر، المغرب، تونس، موريتانيا، السودان، جزر القمر، إضافة إلى الجزائر حاملة لقب النسخة الماضية. حاول فريق أتلتيك بلباو الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس السوبر الذي أحرزه في العام الفائت عندما يواجه أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي للمسابقة التي تحتضنها السعودية. أما المباراة الثانية من هذا الدور فستشهد مباراة الكلاسيكو الأول في العام 2022 بين ريال مدريد وبرشلونة. وفي 17 من كانون الثاني سيتنافس أبرز لاعبي العالم على جائزة الفيفا ذا بيست، وهي الجائزة التي أطلقت في العام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية، وتمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وللمرة الأولى منذ سنوات يبدو الصراع مفتوحاً على مصراعيه على هذه الجائزة.
ويشهد الأول من شهر شباط انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات بمشاركة 7 أندية منها 3 أندية عربية هي الأهلي المصري الهلال السعودي إضافة إلى الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة. ويسعى تشيلسي الإنجليزي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد محاولة أولى فاشلة عام 2012 عندما خسر أمام كورينثيانس البرازيلي. ولن تغيب الإثارة عن منافسات كرة القدم الأوروبية في شهر آذار مارس الذي سيشهد إقامة مباريات الملحق التأهيلي لبطولة كأس العالم 2022 من أجل التنافس على 3 بطاقات إحداها ستتنافس عليها كل من إيطاليا البرتغال تركيا ومقدونيا الشمالية التي وقعت جميعا في مسار واحد مما يعني غياب أحد منتخبين توجا بلقب اليورو في النسختين الأخيرتين أو كليهما عن النهائيات العالمية علما أن قرعة النهائيات المونديالية ستجري في الأول من شهر نيسان. وفي شهر أيار ومع ختام منافسات الدوريات الأوروبية تستضيف مدينة إشبيلية نهائي مسابقة اليوروبا ليج ومدينة سان بطرسبورغ نهائي دوري الأبطال فيما تحتضن العاصمة الفنلندية هلسنكي كأس السوبر الأوروبية للمرة الأولى في التاريخ ويشهدون. أما آخر وأكبر أحداث العام 2022 الكروية هو بطولة كأس العالم فسينطلق في 21 من شهر تشرين الثاني في قطر بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة حيث من المقرر أن يرتفع العدد إلى 48 منتخبا اعتبارا من النسخة عام 2026 وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها القارة الأسيوية هذا الحدث الكبير بعد عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وهي النسخة الأخيرة التي شهدت تتويج منتخب غير أوروبي باللقب. طبعا يعني اكثر شيء عم ننتظره ورح ننتظره بعام 2022 هو كاس العالم اللي رح يكون لاول مره بدوله عربيه هي قطر اللي رح يكون كمان بموعد مختلف عن كل المواعيد السابقه. صحيح اكيد بنتمنى اكيد يكون شغله بتطير العقل لانه يعني ممكن في ناس اكيد تروح تحضر كاس العالم كعرب عم نحكي اليوم صارت قريبه يعني قطر دوله قريبه اكيد بتقدر تحضر. شفنا تنظيم بالبطوله العربيه شغله كثير مهمه. ان شاء الله ان شاء الله يا عمر ان شاء الله كل عام تبقى الف خير وكل مشاهدينا. حلقتنا خلصت اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم مشاهدينا ملقانا بتجدد يوم الاحد القادم. بدي اتشكركم اكيد على المتابعه مثل ما حكينا اكيد بكره رح نكون باتصال مباشر مع اتحاد كره سله لا دراسه وضع التوقيت في مباراه الاتحاد ونادي الجلاء اللي رح تصير ديربي حلب في كره السله. كمان بشوفكم انا بالنقل المباشر من هون لوقتها كل الحب.